بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انعقد يومه الخميس 16 جمادى الأولى 1445 الموافق ل 30 نوفمبر 2023 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية. وفي بداية أشغال هذا المجلس عبر السيد رئيس الحكومة عن مشاعر الاعتزاز بالنجاح الجماعي حكومة وبرلمانا في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وفي هذا الصدد أشاد السيد رئيس الحكومة بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفته أغلبية ومعارضة من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية، منوها بتحلي الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها والسهر على مواكبتها في وقت قياسي في احترام تام للأجندة الملكية. وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه بعد أقل من شهرين على خطاب جلالة الملك نصره الله الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، تستكمل الحكومة اليوم الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وذلك تماشيا مع حرص الحكومة على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية. وأكد السيد رئيس الحكومة أنه بالموازاة مع الجانب التشريعي عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانيات لهذا البرنامج الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية لتنزيل مختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها جلالة الملك حفظه الله. وفي هذا الصدد أفاد السيد رئيس الحكومة أنه تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية ستكون متاحة للمواطنين، بحيث يمكن ابتداء من 2 دجنبر للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة التسجيل في هذه المنصة من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر. وفي الأخير دعا السيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة والتنسيق المضبوط من أجل التنزيل السليم والسلس لهذا الورش الملكي التاريخي الذي يعزز بناء مغربي التقدم كما يريده جلالة الملك حفظه الله. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على 3 مشاريع مراسيم متعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر قدمها السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويتعلق الأمر أولا مشروع المرسوم رقم 223-1067 بتطبيق القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، لا سيما المواد 2 و7 و8 و12 و13 والتي تهم
تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية وكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر وكيفيات وأجال تقديم التظلمات وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند الثاني بالفقرة الأولى من المادة السابعة من نفس القانون وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة. وفي هذا السياق فقد حصر مشروع هذا المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة حسب الترتيب في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي. أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد. كما يحدد هذا المشروع مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية. ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026 على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو المؤسسات الأداء المعتمدة. وعلاقة بكيفية إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فقد نص هذا المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية. ويمكنه في حالة رفض الطلب التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إشعاره بالرفض. ثانيا مشروع المرسوم رقم 223-1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. يندرج مشروع هذا المرسوم أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ولا سيما المادة الثالثة منه التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له. وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72-18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به. ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9.74-3001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل والتي ستستفيد من إعانة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58-23 السالف الذكر. ثالثا مشروع المرسوم رقم 223-1069 بتطبيق القانون رقم 59-23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59-23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر ولا سيما المادتين الثانية والخامسة منه المتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة سالفة الذكر وكذا بتأليف مجلس إدارتها. وقد أوكل مشروع هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كما حصر هذا المشروع
ممثلي مجلس إدارة الوكالة في السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والمندوب السامي للتخطيط، بالإضافة إلى التنصيص على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 5923. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 223041 بتحديد شروط وكيفية الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. قدمه السيد محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة. ويهدف هذا الدعم العمومي إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحفية والنقابات الصحفية وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز وتطوير طباعة الصحافة الوطنية وتطوير بنيات توزيعها. ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على شروط الاستفادة المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية. ولهذه الغاية سيتم إحداث لجنة تسمى لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، وكذا على تعيين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها. إذن كان هذا نص البلاغ الصحفي. نأخذ الأسئلة. سؤالي موجه للسيد الوزير المهدي بن سعيد. الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين باعتبارها الهيئة الأكثر تمثيلية تحفظت على مشروع المرسوم لأنها تعتبر نفسها مهمشة فيه، ألا تعتبرون أنها الأكثر تمثيلية رغم توقيعها تحت إشرافكم على الاتفاقية الاجتماعية؟ وما هي المعايير التي ترتكزون عليها لتصنيف الهيئات الأكثر تمثيلية، وكيف سيكون دورها في هذا المرسوم؟ شكرا. تحياتي لكم جميعا. شكرا سيدان الوزيران. سؤالي موجه للوزير بن سعيد. علمنا أن المرسوم، يعني السؤال تقريبا يصب في نفس الاتجاه ديال الزميل ديالي، علمنا أن مرسوم الدعم لم يحظى بالقبول من طرف الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين التي تمثل أزيد من 80% من كبريات الصحف والمواقع الإلكترونية بالمغرب، لأنه تم تهميشها في لجنة الدعم، وكذا عدم التنصيص على الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بينها وبين النقابة. هل تم تدارك يعني هذا الموقف أم ظل المرسوم كما هو
مما قد يؤدي إلى أزمة داخل القطاع في حالة الرفض. شكرا. صباح الخير، سؤالي أيضا إلى السيد الوزير بن سعيد. المرسوم يتحدث عن استثمارات المتعلقة بإحداث مقرات فرعية خارج التراب الوطني. حبذا السيد الوزير لو تعطينا فكرة عن هذا التوجه على البعد الدولي لإشعال إعلام المغربي خارج حدود المغرب. شكرا. السيد الوزير سميتاس، السيد الوزير بن سعيد، لدي سؤال يتجه في نفس المنحى لدبيئي الزميلين قبلي. السيد الوزير، وقعنا اتفاقا اجتماعيا مع جمعية الإعلام والناشرين، تضمن زيادة للألف درهم هذه السنة والألف درهم فبراير. أيضا هناك اتفاقية اجتماعية مرتقب توقيعها، لكن المرسوم الحالي لم يتضمن هاتين المكتسبين. تم هناك بلاغ، كانت مخاوف. سيد الوزير، هل ما تعليقكم حول هذه المخاوف؟ وسمعنا قبل قليل من سيد الوزير نطق باسم الحكومة أن هناك ملاحظة تمت إثارتها وتم أخذها بعين الاعتبار، هل تم أخذ بعين الاعتبار هذه المخاوف؟ شكرا. تحية طيبة السيدين الوزيرين. علاقة بما يسمى بأزمة النظام الأساسي والذي نعيشه حاليا، هل ستتحاور الحكومة مع التنسيقيات؟ إذا كان الجواب بنعم، فما هي الصيغة التي سيتم ذلك؟ ولن أخرج عن إجماع الزملاء، سوف أسأل حول الرسوم. درتينا التحايل سي محمد، هل سبقتينا موضوع عام، قلنا راه موضوع عام شويه. انت هل سيساهم هذا المرسوم ديال دعم الصحافه في تعزيز دور الاعلام، حضور الاعلام الوطني دوليا؟ وشكرا. مرحبا سيدي الوزير، عندي سؤال واحد موجه فقط للسيد ناطق الرسمي في الحكومه. سيدي الوزير، سؤالي كيتعلق بالدعم الاجتماعي الموحد. طبعا غدرتو ما تناولته اليوم الحكومه كيدخل في اطار ما تسميه ثوره حقيقيه جاءت بها الحكومه، ولكن في الجانب الاخر هناك من يعتقد هناك نقاش اجتماعي حول لا سيبيليزاسيون، يعني هذا الدعم الاجتماعي الموجه للناس المستحقين. يعني مدى هذا السؤال هذا، يعني مدى وصوله للناس اللي كيستحقوه، وبالتالي شنو هي الخطه ديال الحكومه في هذا الاتجاه هذا؟ واش مثلا كدير شي مبادره تقييميه لهذه البرامج هذه اللي كتجي بها، وكتشوف الناس واش بالضبط كيوصلوا بالدعم ولا لا؟ شكرا. مساء الخير السيدين الوزيرين، اللي حضرنا السيد الناطق الرسمي اليوم ما غنسولوش، غنسول السيد بن سعيد. السيد الوزير بن سعيد، اعتقد ان المرسوم متعلق بشروط وكيفيات الدعم ديال الصحافه جاء مخيبا الامل صراحه ديال الجسم الصحفي، لانه اقصى الصحفيين من اي مقتضى يهم تحسين اوضاعهم الاجتماعي، وهذا فيه زعما واحد الحيف. يشعرون الصحفيون الان يشعرون بالغبن تجاه هذا الامر هذا، على اعتبار ان هذا الدعم هذا مركز فقط على المقاوله والمقاوله الكبرى، ولم يعني وكانت انتظارات الصحفيين كبيره من هذا المرسوم. سيد الوزير، هل ستتداركون هذا الامر في يعني في اجراءات وقرارات اخرى؟ ما عرفتش واش كاين امكان ينسوكم سيد الناطق الرسمي. لان كاين وزيرين سي فرنان، سي فرنان ما غيسولش الخميس الجاي. لا لا، كاين وزير، الوزيرين كاين، ما كاينش وزير. دام غنتكلم عليه، غير الا باغي تاخذوا الفرصه مع حد معكم الوزير تفضلوا، الا كان شي واحد في الموضوع العام انا مستعد. لا، الموضوع كاين موضوع حيت كاين السيدين الوزيرين وامور فيها كان بامكاننا نناقشوا الدعم مباشر، موضوع مهم يستاثر باهتمام الراي العام، لكن الاشكال الذي لحد الان يلح على المغاربه كاملين هو اضراب الاساتذه. ما نعرفوش الحكومات ولا الحكومه ولا الوزراء كيشتغلوا بمنطق والنقابات بمنطق اخر، كيكون اتفاقيات توقع اتفاقيات لكن لا تنفذ. مثلا انا يعني توصلنا ببلاغات الدكاتره ديال الوظيفه العموميه ديال التربيه، اتفاق 18 فبراير، المتقاعدون
اللي كان عندهم اتفاق مع السيد عباس فاسي في 11 ابريل 2011، ضحايا النظامين، المهندسون، يعني كاين اتفاقيات لا تنفذ. واش الحكومه ديالكم بالجديه ديال بعض الوزراء كيقولوا انهم غيتجاوزوا هذه المشاكل وغيريحوا مع جميع الفئات ديال التعليم باش يحلوا هذا المشكل، ولا غيكتفيوا الطريقه التقليديه السابقه ديال الحوار الذي يدي النتيجه؟ سؤالي الاخير هو السيد بن سعيد، النقابه الوطنيه كتحتج على اصدار مرسوم، بغينا نعرفوا واش كاين خلاف بين فقط لحظه صياغه المراسيم كيكون اتفاق مع الشركاء المهنيين، والصياغه ما كيخبروش المهنيين بها وكيوقع هذا الاشكال، واش غتفاداو مستقبلا الحكومه؟ شكرا. السلام عليكم سيد الوزير. سؤالي عن النظام الأساسي، فكما نعلم أن الحكومة قامت بتجميد هذا النظام، لكن هذا الإجراء زاد من احتقان القطاع التعليمي، وزادت معه المطالب بسحبه بصفة نهائية، وخاصة أن هذا الإجراء لا أساس له في الدستور ولا في القانون. إذن كيف ستعالج الحكومة هذا الوضع؟ شكرا. مرحبا. سؤالي للسي بيتس، أرقام وزارة الصناعة والتجارة تتحدث عن 250 ألف بائع متجول في المغرب. سؤالي حول الإجراءات الحكومية لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل. شكرا. السيد الوزير تبغي تسبق؟ تفضل. أخوات الإخوان، قبل ما نتكلم على الصحة، قالها سيد الوزير وقالوها بعض الإخوان منكم، النقاط كلها اللي جات اليوم في مجلس الحكومة مهمة جدا بالنسبة للشعب المغربي. كنتكلم على الدعم المباشر، وهذه نقطة أساسية ومعول عليكم كذلك باش يكون واحد تبسيط ديال التفسير ديال هذا الدعم اللي غيمشي للمغاربة، لأنه مهم جدا، وأنا بالنسبة لي شي حاجه اللي جد ايجابيه بالنسبه للشعب المغربي في ظل ما نعيشه اليوم من ازمه اجتماعيه واقتصاديه على الصعيد الدولي مش فقط على الصعيد الوطني. وباش نرجع للموضوع باش نطمئن للجميع، الهم علاش سرعنا بهذا المرسوم؟ تسرع من طلب من طرف لا النقابه لا الجمعيات، باش نكونوا واضحين. علاش؟ لان منذ الكوفيد وانتم عارفين هذا الشيء، كانت الدوله كتعاون والحكومه تعاونات، ماشي غير الحكومه تعاونا، يعني المقاولات الصحفيه والصحفيين بطريقه مباشره باش ما يجوش ازمه اقتصاديه في ظل ما عشناه مع الكوفيد ووراء الكوفيد. واليوم اولا الوعد الاول اللي كنا تكلمنا عليه هذه سنه تقريبا، ان تزادت من الميزانيه ديال الدعم الموجهه للمقاولات والمقاولين، هذه الاولى، وتزنا من 60 مليون ديال الدرهم ل 240 مليون ديال الدرهم، هذه راه عليكم. ثانيا الجوهر ديال هاد الدعم او نعتبره انه استثمار في الحقيقه هو الصحفي، وانا اتفق مع الاخوان من طبع الاتفاقيه اللي توقعت لابد ان تحترم، يمكنناش نديروا هذا المجهود والمقاولات الاعلاميه ما ديرش هي كذلك مجهود مع الصحفيات والصحفيين، ولو ان البعض راه حتى 6000 درهم كيقول لك راه خصنا هذا، ولكن في اطار الظرفيه اللي كنعيشوها الان الاقتصاديه وهذا المارشين ديال الاشهار، المعاناه اللي كيعيشوا واللي كتعيشوا نتوما كمقاولات، بالطبع قلنا على الاقل ربحنا هذه المحطه ديال 6000 درهم وغنفعلوها. كاين شي حوايج كيتفعلوا داخل المرسوم، وكاين شي حوايج كيتفعلوا مباشره ما بين القطاع والمقاولات. يعني الفكره هي ان اولا المرسوم كيشير للاتفاقيات لا الجماعيه لا الاجتماعيه، كيشير لها ان وجدت اي راه كاين دابا. علاش هو واحد الكتابه القانونيه عندها عاوتاني مفتح على المدى المتوسط والطويل، ما كاينش على دابا، حيت يمكن يكون واحد اخرين ما عرفاش غدا نطلعوا 6500 7000، يعني ما كنتكلموش على وحده فقط، وهذا ايجابي بحد ذاته لان كيحل لنا حنا الافق باش يكونوا اتفاقيات اخرى، ونحاولوا ان نقويوا يعني الوجود ديال الصحافي. يعني شوف راه الموارد باش انا كنقولها في مجموعه ديال المجالات، مجالات ديال الاعلام، مجالات ديال الثقافه، وحتى المجال ديال الرياضه، الموارد البشري هو المهم، وهنا فاش كنتكلم على الاعلام بالطبع الصحفيات والصحفيين هما الاساس ديال هذا العمل. دونك هاد النقطة بلا ما انا معاكم فيها مليون في المية، والحكومة معاكم فيها مليون في المية،
وبالطبع راه كتذكروا بان القطاع الاتصال هو اللي سهر ان ذاك الاتفاق يتوقع في الوزاره ديال الاتصال ما بين الجمعيه والنقابه، والمنتظر هو جميع المقاولات يعني الاعلاميه تنخرط في هذا في هذا في هذه النقطه المهمه بالنسبه يعني في الجانب الاجتماعي. اذا النقطه كاينه وغتبقى وغيكونوا مبادرات اخرى باش نفعلوها دابا ونربطوها بالدعم باش يكون الثمن. انا جاك انا جاك نقطه انا نجاوبك على كل شيء، انا هنايا باش نجاوبوا على مع جميع الاخوان والاخوات داكور باش كلشي يمشي مطمئن. ثانيا نعم كان هناك ملاحظات بما فيهم فاش كنتكلموا على اللجنه ديال الدعم خاص يكونوا حاضرين الناشرين وغيكونوا حاضرين الناشرين اللي المبادره اللي مشينا فيها حنا هذا قطاعيه ليس فقط ديال المجلس الحكومي، يعني كاينه فتحنا الباب في هذا الاصلاح اللي كيكون ديال المرسوم باش يكون تمثيليا ديال الناشرين داخل 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 اللجنه داخله في المرسوم، يعني الاصلاح اللي تكلم عليه السيد الوزير. وبالطبع الوزاره القطاع هو اللي ماني بالامر دابا غيمشي بالمفهوم ديال اكثر تمثيليه. ما عندناش خيار اخوش، انا نبقى نختار راسي يمكنيش نختار راسي، الجمعيه اللي عندها اكثر تمثيليه خاصها تكون حاضره بقوه باش تساعدنا باش ننجحوا هذه العمليه باش نكون واضحين في هذا المجال. ثالثا مشينا بواحد المفهوم جميل وجديد هو الدعم الاستثمار. ماذا يعني هذا؟ باش نجاوب على السؤال ديالك، هو ان اليوم بغينا واحد الصحافه اللي تكون قويه على الصعيد الوطني وحره دير الانتقادات ديالها على الحكومه وعلى الاغلبيه والمعارضه وما يجرى في المجتمع، هذاك حق دستوري ما كنناقشوش، ولكن تولي كتاثر كذلك على الصعيد الدولي. انتم كتعرفوا ان كاين دي كوريسبوندون ديال مجموعه المقاولات الصحفيه اجنبيه هنا في المغرب، حان الوقت باش المقاولات الاعلاميه ديالنا حتى هي يكون عندها واحد الوجود على الصعيد الدولي ونوصلوا الرسائل ديالنا على القضايا الوطنيه على القضايا المشتركه اللي كندافعوا عليها على التطور اللي كيعرفوا المغرب بطريقتنا. وعندنا صحافيه وصحفيين، هنا كنرجع للدور ديال الصحفي ذو المستوى العالي اللي كي عندهم اللغه العربيه بالنسبه للتاثير اللي يمكن يكونوا في الدول العربيه باللغه الفرنسيه للدول الفرنكوفونيه بالانجليزيه الاسبانيه، وكاين هناك تجارب اللي بداوا المقاولات الاعلاميه ما انتظروش الوزاره دير لهم هذا الدعم. دابا حنا غير في اطار يعني مواكبه ديال هذه الاستراتيجيه اللي غاديين فيهم بعض المقاولات، قلنا حنا الوقت باش نساعدوهم نطوروا معاهم هذه العمليه لان نحن بحاجه لبعضياتنا. المقاوله خصها تطور وخصها تكبر، وفي نفس الوقت بغينا نوليو مؤثرين على الصعيد الدولي بلغتنا باسلوبنا بطريقه التفكير ديالنا، يعني هذا المفهوم ديال التمغربيش يكون حتى يعني في الطريقه ديال الكتابه ديال ذاك الصحفي المغربي ولا لي فليسيت انترنيت ولا لي فيديو ولا زيد وزيد وزيد. هذا هو هادشي علاش جبنا بهذه النقطه اللي كنعتبروها اساسيه ومهمه جدا جدا. ولا نقص احد، الفكره الاساسيه شنو هي؟ بالطبع المقاولات اللي كبرات اليوم عبر الزمن، ماشي جاتو كبرات، راه هي كانت صغيره في الاول وكبرات اليوم، خصنا نقويو الحضور ديالها اولا اجتماعيا، لان هاد المقاولات كيكون عندهم 20 30 40 كاين اللي وصل حتى 120 ديال 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 الصحفيات والصحفيين او العاملين في المجال ديال الصحافه. اذا خصنا نحافظوا على هاد على هاد على هاد المقاولات. والصحافه اللي يلاه بدا كنتكلم على المقاولات الصحفيه المعقوله اللي كي يغوكروت ان جورناليست كيمشيو كيجيبوا صحفي بلا كارت بريس ديالو عنده المعايير ديال المقاوله الصحفيه، ماشي هذاك اللي بوحدو داير مقاوله لراسو داكور. هادوك نساعدوهم باش يطوروا النموذج الاقتصادي ديالهم، ديك الساعه يقدروا يكونوا دي كونغلوميرا يعني باش يدخلوا في هاد المعايير اللي درنا في المرسوم. يمكننا لان درنا واحد اللجنه ديال التتبع داخل الاداره داخل الوزاره باش تواكب العمليه مع هاد المقاولات، ليس باش نقصيهم باش نعاونوهم يكبروا. ولا يعقل ان مقاوله صحفيه يكونوا فيها جوج ديال الاوتور ولا ديال الصحفيين. لو سيت انترنت لو مينيموم درنا خمسه، راه لو سي لو مينيموم زعما راه ما يمكنناش نديرو اقل من هادشي، وخمسه والبعض كيقول لك راه ماشي بزاف داكور فهمتيني. دونك حنا راه هل هذه هي هذا اقصاء؟ هذا ليس باقصاء، هذا ليس باقصاء. ثانيا باش نرجع للجانب الاجتماعي اللي كنعتبره انا مهم جدا، وهذا هو المضمون اللي جابنا هذا المرسوم. الماده 11 كتكلم على واحد النقطه اساسيه، الحفاظ على مناصب الشغل. اربطنا الدعم بالحفاظ على مناصب الشغل، وهذه مهمه جدا جدا، لان الهم ديالنا كذلك هو نحافظوا على الاستقرار ديال ذاك الصحفيات والصحفيين اللي داخلين هذه المقاولات. وهذا اللي عجيب وجميل، ليس فقط مطلب النقابة أو الوزارة، حتى الجمعية والفاعلين في هذه يعني المقاولات لي باترونا حتى هما موافقين على هذه النقطة، لأن شحال ما شجعناهم شحال ما عاوناهم شحال ما حتى هما غيحاولوا بالطبع يقووا من الإمكانيات اللي كيعطيو للصحفيات والصحفيين. وهذا هو الهم، الصحفي مهنة سميتي نوبل
وخص الدور ديالنا حنايا ك ك ك كحكومه بالطبع هو نحاولوا نقويوا الوجود ديال الصحفيات والصحفيين ديال المقاولات الاعلاميه المسؤوله اللي كتعاون كذلك الحكومه واخا كتنتقدها بعض المرات كتعاونها في محاربه ديال الاخبار الزائفه اللي فيك نيوز. نتوما عارفين في ظل ما عشناه في الزلزال في ما عشناه في الكوفيد والاشكاليات الكبرى اللي كيعرفها اليوم العالم المواطن المغربي كيمشي يقلب على الاعلام الرسمي نعم ولكن حتى على الاعلام المعقول والمسؤول ديال هذه المقاولات الاعلاميه. وانتم عارفين هادشي راه لهم دو فيو هادشي زائد شحال ما راه الهم ديالنا مشترك شحال ما طورنا المقاولات الاعلاميه شحال ما كذلك كنحاربوا بطريقه مباشره ما يعتبره صحفي لانه كيدير واحد لاباج وكيبدا يدير كيبدا يقول اللي بغى. الا كنعتبروا بان المهنه ديال الصحفي راه مهنه بحال الطبيب بحال الارشيتيك بحال هذا خصنا نعطيوها شويه ديال الامكانيات وندبروا مع هذه الامور في اطار شراكه التعاون. حنا ما كنديروش هادشي بوحدنا ما يمكنناش نديروه بلا نقابه ما يمكنناش نديروه بلا جمعيه ما يمكنناش نديروه بلا المسؤولين على على على, على, على هذا القطاع باش نكون واضحين ما كنديروش شي حاجه بوحدنا. كان مطلب ديال الجميع جاوبنا معاه كانوا نعم هناك بيانات البارح على سوء فهم بعض النقاط تواصلنا مع الاخوان مشكورين وضحنا لهم بعض النقاط ومازال الحوايج جايين لان هذا المرسوم مازال القرار المشترك اللي غيوضح مجموعه ديال الاشياء يعني طريقه ديال الدعم هذه انا ارقام ما كنقولهمش في المرسوم كيكونوا في القرار المشترك وهادشي غنديروه اونصاب ان شاء الله كنديروه بوحدنا مره اخرى ومازال مجموعه ديال الاشياء اللي غنحاولوا انا حتى لا فورماسيون كونتوني حاولنا نعاونوها ندعموها في هذا المرسوم لان كنعتبروا بان المهنه ديال الصحفي كتطور في ظل ما نعيشه اليوم من تطورات في هذا المجال ديال التكنولوجيات. دونك لو ميتي دو جورناليست راه غيبقى دائما غادي كيتطور. دونك حنا كنقولوا خصنا ندعموا هذاك وليزيك بالطبع هي شريك اساسي في هذه العمليه وبالطبع هي مفتحه على جميع المقاولات الصحفيه وجميع الصحفيات والصحفيين باش يكون زائد ما يقوله هذا المرسوم حتى القطاع يقدر يجتهد مع ليزيك باش يكون واحد تكوين مستمر مع الصحفيات اللي عندهم رغبه باش يكون واحد واحد نعم انا تكلمت عليه راه تكلمت عليه اي تكلمت عليه راه تكلمت عليه وقلت لك المطلب ديالهم خدينا بين الاعتبار هو اللي تم التصحيح ديالو في النقاش اللي كان اليوم في مجلس الحكومه والتمثيليان ديالهم كاينه داخل 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 اللجنه اللي ديال الدعم اللي هو اللي كان المطلب الاساسي اللي عندهم. نعم لا نعم لا 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 اي واحد غير لا لا كنتكلموا على المقاولات المغربيه انا كندعم المقاوله المغربيه ما كندعمش المقاوله الاجنبيه. لا لا بلاتي انا جاي كان المقاوله خصها تكون مغربيه ما يمكنليش ندعم مقاوله اجنبيه. المقاوله هذا بقوه القانون ماشي اراده سياسيه. مقاوله خصها تكون مغربيه. بعض المقاولات بداوا في هذا المجال فاش كنقول داروا السيت ديالهم بالفرنسيه والاسبانيه والانجليزيه يعني استثمروا هما من راسهم في هذا المجال. حنا كنقولوا ندوزوا لمرحله اخرى اولا يكون عندهم واحد الموديل نموذج اقتصادي شنو بغاو يديروا ناقشوه يكون واحد رد الفعل ولا بغاو كاع يديروا دي بيرو على برا هذا المرسوم كيفتح لهم هذا الباب لانك كتعرف انه ولا بغيتي تكون مؤثر على برا خص يكون عندك معلومات على هذا البرا اللي كتهضر عليه خاصه الا تكلمنا مثلا على اسبانيا وحنا كنتكلموا على كاس العالم وحنا مقبلين على كاس العالم عندنا كذلك جاليه قويه في هذه الدول الاوروبيه وامريكا وزيد وزيد. اذا الا فتحنا هذا الباب راه غنفتحوا كذلك الباب للفرص الشغل حتى للمغاربه مغاربه العالم وعلى الاقل المعلومه تكون ديال المغرب ولا المعلومه ديال هذاك الدوله اللي بغينا نكونوا حنا مؤثرين فيها تكون عند هاد المقاولات وهذا خدمتكم هذه زعما ما غاديش ندخل معكم انا في هذا المجال راه كتعرفوا كيفاش ديروا خدمتكم. دونك حنا بغينا غير نديروا واحد المسطره الاداريه باش نفتحوا الباب باش ندعموكم ندعموا المقاولات اللي عندهم هذه الرغبه وعندهم هذه الامكانيات لان الدعم ما كيشملش 100% باش نكونوا واضحين هذه مساعده المقاولات اللي عندهم هذه الرغبه اللي عندهم الامكانيات اولا وعندهم هذه الرغبه باش يطوروا هذا المجال ديالهم وانا كنعتبره استراتيجيكمون مهم جدا. المغرب اليوم ما بقاش محتاج الصحافه الاجنبيه باش يبيع صورته. احنا محتاجين يعني وجوه مغاربه اللي هما اللي يمثلونا بالطريقه الكتابه ديالهم بالاساليب ديالهم هادشي كنتكلموا على برا. اسمحي لي انا عارف ولكن راه كتبقى مغربيه ما عرفتش غدا شنو كاين. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. لا انا كنهضر على المفهوم ديال المقاوله خصنا انا الدور ديالي هو ندعم نقوي هاد المقاولات باش يكون عندهم ان امباكت. واحد الوقت الى عقلتو كنا عوالين فقط على لو بول بوبليك باش يكون حاضر في لافريك وفي دوراي. اليوم لو بول بوبليك كيعرف واحد النهضه
وحنا خدامين عليها كذلك مع المعنيين الامر، ولكن كنعتبر خصنا نكملوا مع البول مع البريفي. ما يمكنش البول بوبليك يلعب بوحدو هذا الدور، لا مبركات ديال الدور ديالها الاولى ميديا اكسيتير، ولكن عنده المقاولات عندهم واحد ليسباس يعني عندهم واحد ليسباس اللي اكبر بكثير من المقاوله من البول بوبليك، وهذا الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه. والمرات الاخرى كنقولها لكم، راه البعض ديجا كيلعب هذا الدور، بعض المقاولات اللي راه مؤثره اليوم في الدول في بعض الدول الافريقيه الفرنكوفونيه او اسبانيه او العربيه براسها، لان كنكتبوا بالعربيه في الاخير. يعني كاين هناك اهتمام من طرف واحد يعني مجتمع اخر من غير المغربي بهذه الصحافه المغربيه، وهذا الشيء بغينا نقويوه بغينا ندعموه باش نوصلوا الرسائل ديالنا القضيه الوطنيه. ان شاء الله غنربحوها كذلك بالاعلام، ان شاء الله غنربحوها كذلك بالاعلام وبالاعلاميين المغاربه، وهذا الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه. انا كنقول لكم دار مجهود، دزنا من 60 240، ويمكن يداروا حوايج اخرى مع ليزيك يعني في المجال ديال التكوين المستمر، ومستعدين حنا لاي اقتراح. هذا كيبقى مره اخرى مرسوم اللي غايجيو لي قرار اللي غايجيو لي زاغيتي، يعني قرار مشترك مع سيد وزير الماليه او الميزانيه، وغيكونوا اتفاقيات مع الجمعيه مع النقابه باش نحافظوا كذلك يعني هذه الامكانيات اللي غدار. خصنا نحافظوا على الجانب او الدور اللي كيلعب الصحفي. انا هذه عاتق ليا، وهذه كنعتبرها مهمه بالنسبه ليا حتى سياسيا. راه الاول لقاء اللي كانت عندي مع النقابه هذه في عامين تقريبا، قلت لهم الموضوع ديال الصحفيات والصحفيين اعتبروا موضوع ديالي، هذا هم ديالنا مشترك. واليوم والسيد الوزير كيتكلم على الدعم المباشر، خصنا كذلك نتكلموا على الدعم ديال الصحفيين والدور ديال الصحفيين، يعني هذا المفهوم ديال الدوله الاجتماعيه في جميع المجالات. داكور، باش تقدروا غدا الا طلبنا منكم يعني تصبروا على شويه الاشياء، يعني تلعبوا الدور ديالكم وانتم مرتاحين، حفاظ على الكرامه ديال الصحفيات والصحفيين. ك هادشي اللي بغينا نديروا في الدعم يعني المباشر، الحفاظ على الكرامه ديال المغاربه ككل في مجموعه ديال المجالات اخرى اللي داروا فيهم استثمارات جديده وكبيره. هذا هو الهم ديال هذه الحكومه. ثقوا بيا، راه عندنا هم مشترك، ما نقولش هم واحد لنا، هم مشترك هو ان كل واحد ينقى راحته باش يخدم هو مرتاح. اذا ما بقاش سؤال، باش ما نقولوش راه ما جاوبش على شي سؤال، كلشي هو هذاك. اذا شكرا الاخوات والاخوان، وغيبقى ومازال لقاءات اخرى. يلا بدينا. شكرا. شكرا سي الوزير، شكرا السيدات الساده الصحفيون على الاسئله المطروحه. إذا سمحتي ونبدا بالسؤال المرتبط بال، لا ما كاين مشكل، بخصوص السؤال الأول المرتبط بالباعة المتجولين اللي طرحوا الأستاذ. هذا الموضوع هذا كاين ربعة ديال المحاور اللي كتشتغل عليها الحكومة. كاين محور يتعلق بالمجهود الذي تم تحقيقه على مستوى العمل اللي قامت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكاين شق مرتبط بالتنظيم ديال أو لا إخراج القانون المتعلق بالمقاول الذاتي، بالرغم من يعني بعض الصعوبات اللي ظهرت مؤخرا. وكاين جوج ديال العناصر أخرى اللي مرتبط بإصلاح وتأهيل الأسواق الذي انخرطت فيه الوزارة ديال الصناعة لإدماج هؤلاء الباعة المتجولين عبر التوقيع على مجموعة ديال الاتفاقيات مع مجموعة ديال الجهات على المستوى الترابي. وكاين شق آخر هو المرتبط بتجهيز وتهيئة مجموعة من الأسواق النموذجية والمركبات التجارية بالعديد من المدن. كاين مجموعة المشاريع اللي تعملت على مستوى مثلا مدينة العيون، كاين واحد البرنامج ب 24 مليون ديال الدرهم. على مستوى القصر الكبير كاين واحد البرنامج تقريبا بواحد 7 مليون ديال الدرهم. على مستوى دائما القصر الكبير كاين مشروع اخر ب 4 مليون ديال الدرهم. جهة الشرق كاينه شراكه معها في نفس الاتجاه بواحد 670 مليون ديال الدرهم. وكاينه ايضا الجانب المرتبط بالمواكبه التقنيه اللي كتقوم بها يعني هذه الجماعات، لكن صراحة هذا ورش اللي مازال خص الاستثمار فيه أكثر في المستقبل من أجل إدماج كل هؤلاء الباعة المتجولون في المنظومة الاقتصادية. بخصوص الموضوع ديال الدعم الاجتماعي، وأنا هنا اللي سمحتوا لي باغي يعني نعمل واحد توقف بسيط غير باش نوضح واحد القضية أساسية. ملي كنتكلموا على الدعم الاجتماعي كنتكلموا على التعويضات المباشرة
اللي كياخذوها الاسر واللي حدد الاطار ديالها العام جلاله الملك. كاين اطفال اللي اما متمدرسون او لا ماشي متمدرسون، هذا الفقره اللي مرتبطه ولا الشق المرتبط بحمايه الطفوله. وكاين الاسر اللي عندهم عاود اللي فيهم اليتامى، وكاين الاسر هادو اللي كياخذوا المنحه الجزافيه اللي ما عندهمش اطفال او لا الاطفال ديالهم فوق 21 سنه ولكن عندهم بعض الاشخاص اللي هما مسنين في وضعيه هشاشه. هادشي كله ملي كتاخذوا خاص المينيموم اللي تاخذ الاسره هو 500 درهم. دابا الان شكون هما هاد الناس اللي غياخذوا هاد التعويضات العائليه؟ كنسميوها بالمناسبه التعويضات العائليه وتنسميوها الدعم الاجتماعي، لكن هو العنوان الكبير هو الدعم الاجتماعي، لان الاطار العام هي الحمايه الاجتماعيه اللي فيه واحد الشق دوزناه السنه الماضيه هو ديال التغطيه الصحيه. دابا حنا في الشق الثاني المرتبط دائما بالدعم الاجتماعي ولكن بالتعويضات العائليه. هاد التعويضات العائليه نعاود مره اخرى، من هم مستحقيها؟ المستحقين ديالها هما الناس اللي تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد وعندهم واحد النقطه توازي ولا اقل من 9.72. دابا غتنتبهوا ملي كنا كنتكلموا على امو تضامن كنا كنتكلموا على 9.32. وهلا لماذا؟ لان القانون الاطار للحمايه الاجتماعيه تيقول كل برنامج عنده العتبه ديالو. دابا العتبه دابا ضمنيا باش نفهموا ضمنيا الناس كلهم اللي كانوا اللي خداو واستفدوا من لامو واما عندهم الاولاد ولا عندهم الهشاشه ولا خمسه كلهم راه كاينين هنا. واضحه هذه القضيه هذه. سعود بالنسبه لامو تضامن 9.2. شكون هما هاد امو تضامن؟ هما اليوم فالور دو جوردوي هما واحد 11.5 مليون مواطن مغربي. هادو كيمشيو للقطاع العام تيتعالجوا بالمجان، تيمشيو للقطاع الخاص بحالهم بحال اي مستخدم او لا موظف او لا شي واحد اللي كيخضع لشي نظام من الانظمه ديال الضمان الاجتماعي، سواء كان عنده ديال الوظيفه العموميه او لا ديال القطاع الخاص. شحال بهم من اسره هاد الناس؟ هما 4.1 مليون اسره، 11.58 مليون شخص. كيتقال راه كانوا شي ناس ما بقاوش، بالعكس كانوا شي ناس. العدد الملفات اللي ترفضات هي ديال 1.1، ولكن عدد الملفات اللي تقبلات هي 1.5 مليون. بمعنى فتحنا المجال للاستحقاق. انا كنتكلم دائما في امو تضامن، فتحنا 1.5 مليون دخلات جديده ولكن 1 مليون ما لقاتش راسها لانها العتبه ما كتاهلهاش باش تنخرج. دابا الان ملي كتاخذ 11.5 مليون مواطن مغربي، شحال هذيك من عموم المواطنين اللي واحد 34 مليون؟ حنا تقريبا لو انتير تقريبا. وهذا هو الهدف اللي كنا حطيناه نهار الاول، قلنا خص تكون عندنا 11 مليون ديجا اللي هما الموظفين والمستخدمين، هذو كيما عندهم التغطيه الصحيه ما عندهم كنوبس، وعندنا 11 ديال المهنيين والحرفيين وهاد الناس اللي كيديروا المهن الحره بحال المهندسون وبحال الصيادله والى غيرها من المهن، وعندنا 11 هادو اللي في الهشاشه. دونك حنا دابا الان فوق، حققنا فوق 11، حنا 11.58. امو تضامن حنا وضحناه. دابا الان التعويضات العائليه، من سيستفيد من التعويضات؟ ساعيدها مره اخرى. غيستفد اما اللي عنده الاطفال في سن التمدرس او لا هو في وضعيه هشاشه. وطبعا حتى اللي كيكفل شي يتيم، هذا علاش غتلقاو رب الاسره كنتكلموا في الاول على الزوج، كنتكلموا على الحاضن، كنتكلموا على الكفيل، وحنا جايين نازلين باش هاد الناس كلهم نحطوهم في هذا الاطار هذا. بالنسبه للاطفال المهملين، بالنسبه للاطفال المهملين اللي في واحد المؤسسه من مؤسسات الرعايه، هادو نفس الشيء يستفيدون عبر ان دوك التعويضات ديالهم كتحط لهم في هذاك الحساب ديالهم، ولا حتى كيوصلوا للسن ديالهم فاش يتصرفوا بها قانونيا وياخذوها. فهذا هو الاطار الان العام لمنظومه الدعم الاجتماعي. القطاعات اللي غادي تكون عندها العضويه داخل مجلس الاداره ديال المؤسسه الدعم الاجتماعي انا تكلمت عليها، كاينين اعضاء مستقلين حتى هما غادي تعينوا من الناس اللي عندهم خبره في المجال الاجتماعي وعندهم واحد التصور اللي يقدروا يفيدوا به هذا المجلس الاداره. وكاين طبعا تكلمت على العتبه اللي هي 9.72. نعطيكم بعض المعطيات المرتبطه بامو تضامن ما فيها باس نتشاركوها. فقلت بالنسبه لامو تضامن الان 11.58 مليون مواطن مغربي،
على مستوى الخدمات المقدمة بالقطاع الخاص والتي تكفل بها الصندوق، عدد المسجلين بالضبط 11,583,204 بنسبة انخراط 100%، 115,246 ملفا تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، 185,447 ملفا تم التكفل بها بغلاف مالي بلغ 2,819,000 درهم، 21,602 شهادة للتكفل بالمصاريف المرتبطة بالدواء بغلاف مالي قدره 216 مليون درهم، 2,827,051 ملف تم إرجاع المصاريف المرتبطة بها بغلاف مالي يقدر بجوج فاصلة جوج المليون وتسعمية وستة ألف وثمانية وعشرين. فهذه هي المنظومة الآن اللي كتشتغل بها الحكومة. أعطيتكم الأرقام، شكون هما الناس المستفيدين، شحال كيشكلوا في المجتمع، هادو اللي غيستافدوا من الدعم المباشر هما 60% اليوم من الأسر الغير مشمولة اللي ما كتاخد حتى شي تعويض، ما كتاخدش تعويضات على ولادها وما كتاخدش المنحة الجزافية. هادو الآن دابا عندنا 11 مليون، سأعيد مرة أخرى، دابا النظام دراميد، سابقا النظام دراميد كان واحد النظام من لا نظام له، وهذا الشيء كنعرفوه أنا شخصيا وكتعرفوه كلكم، ما كانتش عندنا الآليات القانونية باش نعطيه للصحفيين، باش نعطيو للتجار، باش نعطيو للصناع التقليديون، لصحاب الطاكسي. مني كيحتاجوا هاد الناس الخدمات طبيه وصحيه تلقاو الوسيله اللي عندهم، اما يمشي يخلق مقاوله، ولا خلق مقاوله مكلف ويولي يخضع لنظام الضريبه والتصريح وكذا، كيقول لك غنمشي للراميد. فهاد الناس كانوا كيمشيو للراميد يوما يعني، وفعلا وصلنا ل 18 مليون. ولكن واش 18 مليون مغربي اللي هي تقريبا 50%، هل هؤلاء جميعا في الهشاشه والفقر؟ واش عندنا 50% من نسبه الهشاشه والفقر في المجتمع؟ حنا راه باين النسب ديال المندوبيه الساميه ديال التخطيط، باين 4 و7 4 و9 يعني في المجموع بجوج 13%. فالان هاد الناس هادو تعطات لهم الامكانيات باش يمشيو يتسجلوا، كل واحد مشى تسجل في البلاصه اللي خصو يمشي يتسجل فيها، اكيد كاين مشكلات، اكيد غادي تكون بعض المشكلات اللي غتظهر، هذه سوف نسهر على معالجتها اول باول. اليوم الدعم الاجتماعي اللي حنا بصدده، 60% من الأسر الغير مشمولة ما عندهاش تعويضات عائلية اليوم سوف تستفيد بهذه العتبة ديال 9.72. إذا 60% من الأسر الوسيلة شنو هي؟ الوسيلة سهلة، نهار السبت إن شاء الله المقبل غتكون المنصة واجدة، يكفي اللي كان عنده لي ريسي مسجل أنه يمشي يتسجل في هذه المنصة، هذه غادي توصل بواحد الإس إم إس، وهذاك الإس إم إس في حالة الموافقة في نهاية شهر دجنبر غيتلقى التعويضات ديالو بناء على الحالة ديالو، واش عنده الأولاد، واش في حالة إعاقة، واش ماشي في حالة إعاقة، واش في تمدروس، واش ماشي في تمدروس، لأنه النسب كتختلف، واش في الهشاشة، واش أسرة غتاخذ المنحة الجزافية، واش كاينة التكميلية، واش ما كايناش، كل حاجة غتدرس وغيتوصل بواحد الرسالة. في حالة ترفض له الملف ديالو عنده أجل، وكاينه واحد الهيئه اللي غتكلف بالتظلمات اللي كتلتزم انها تجاوب فيها، هو عنده 15 يوم وهي عندها 30 يوم باش تجاوبه وتعطيه توضيحات بخصوص هذا الملف اللي هو ملف ثوري، هو ملف سيغير ملامح المغرب، هو ملف يحقق الانصاف وبدايه مهمه جدا في ارساء حميق وحقيقي للدوله الاجتماعيه. بالنسبه للتعليم الاجتماعي غيكون مع الثلاثه، نسال الله التوفيق للجميع، شكرا.